فرحان قوي. جد اسوي انا الحاجه تقدر يطي هنا بحال مفسيو يلا سخنوا المطاريين طيست طيست ادو ادو الله سبحانه الله يحشرنا مع المؤمنين وخلاص لا يفو علينا من المهنة ديال المتايب اولا كان لنا الشرف اننا فرقه الكواليس المسرح من تيطمن ليل بالضبط من مدينه الدار البيضاء اننا نكون هنا في صيفيات المحمديه كان لنا الشرف نعود اللقاء نجدوا اللقاء مع مدينه الفضاره ولا مدينه المحمديه اللي كنا كنتلاقاو معها في مجموعه من التظاهرات واليوم حصل لنا الشرف شكرا على القائمين على التظاهره هذه اللي كتبشر بالخير وكتبشر بان المدينه راه محركه ثقافيا شكرا بصالح على الدعوه لان هذا السيد هذا يستحق منا الشكر والشكر الجزير والشكر ايضا للجمهور الرائع والجمهور اللي فعلا كان خص غير تفتح ليه هذا الفضاء هذا ما يبقاش مسدود وتفتح في وجه جميع المواهب ديال مدينه المحمديه انا ماشي علام انا ماشي علام انا اناس بغيت بغيت نكون انا اللي بغيت انا ماشي انا اللي بغاو هو انا عبد العالي زهيري وحتى انا بغيت نكون انا اللي بغيت انا ماشي انا اللي بغاو هو محمد عسولي رئيس المصلحة الثقافية بالمحمدية في إطار صيفية مدينة المحمدية كان المجال المسرحي بدأ اليوم كان اليوم افتتاح ب 15 غش أول مسرحية اللي كانت العرض احنا تالفين كانت مسرحية اللي تجاوب معها كثير الجمهور ديال مدينة المحمدية اللي بين بأنه راه جمهور ذواق وجمهور ثقافي وجمهور ديال الفن كانت المسرحية رائعة بجميع الأربع المقاييس وأربع الزوايا على مستوى الكتابة الكلمة على مستوى الإخراج على مستوى الصوت على مستوى الإلقاء إذا كانت في واحد الجو رائع نتمنوا أنه جميع المسرحيات تحدو نفس حدو هاد المسرحية هذه